لحد اليوم صرنا متعرفين على هواي من تفاصيل حضارات بلاد الرافدين ومصر القديمة. بهاي الحلقة راح نحكي عن شيء مغاير وهو فلسفة الزمن، ونشرحها بعقلية السومريين وبعقلية المصريين القدماء، ونشوف شلون كانوا يتعاملون ويا الوقت وشنو طرق فهمه وإدراكه عندهم. السومريين والمصريين نظموا تاريخهم بناء على ظواهر لها قيمة وقدسية بحياتهم. الحضارة المصرية اعتمدت على الفيضان السنوي نهر النيل، النهر اللي كان شريان الحياة لحضارتهم. كان الفيضان السنوي نهر النيل يعتبر حدث حاسم، والفيضان هنا ما أقصد به طوفان يغرق البشر والحجر، بل ارتفاع مرئي بالمنسوب بشكل واضح بحيث يوصل لارتفاع محدد يغمر به أماكن محددة. بسبب الفيضان الدوري نهر النيل ترسبت التربة الخصبة على ضفاف النهر، وصاروا المصريين قادرين على الزراعة بشكل دوري. فالمصريين اعتقدوا أنه النيل هدية من الآلهة، واحتفلوا بالفيضان بالأعياد والمهرجانات. بداية السنة الجديدة كانت ويا بزوغ نجم سيريوس، واللي ويا بزوغه يكون موعد الطوفان السنوي. قسم المصريين السنة لثلاث مواسم: أخيت موسم الفيضان، بيريت موسم النمو، وشيمو موسم الحصاد. يتكون كل موسم من 4 أشهر من 30 يوم، كل شهر قسموه لثلاث أسابيع، وكل أسبوع يتكون من 10 أيام، يعني أسبوعهم كان 10 أو ديكان. مجموع أيام السنة المصرية يصير هنا 360 يوم. بس المصريين لاحظوا أنه بعد 360 يوم ما يرجع يشرق نجم سيريوس من جديد، فبحثوا وفكروا وأدركوا أنه السنة 365 يوم، فقالوا أنه بنهاية كل سنة أكو 5 أيام إضافية هي خارج الزمن. هاي الأيام هي اللي خلقت الآلهة بيها الكون. بس مثل ما نعرف السنة الشمسية هي 365 يوم وربع، فحتى ويا إضافة 5 أيام إلهية بنهاية كل سنة تبقى التواريخ تزحف. والحل هاي المشكلة استخدم المصريين القدماء نظام الإقحام، يعني كل 4 سنوات ينضاف يوم للتقويم وينحط بين اليومين الأخيرين من كل سنة. والنظام ذا نشوفه ما يختلف بشيء عن نظامنا الحالي اللي هو السنة الكبيسة أو الليبير، كل 4 سنوات. أما إذا رحنا للسومر نشوف أنه نظامهم كان موضوع التحديد موعد زراعة المحاصيل وحصادها، وهمين الجدولة الأعياد الدينية الهامة. ومقابل التقويم المصري اللي كان شمسي، يعني يعتمد على حركة الأرض ودورانها حول الشمس، كان التقويم السومري تقويم قمري، يعني يعتمد على مراحل ظهور القمر. السنة السومرية تنقسم ل 12 شهر قمري، كل شهر يتكون من 29 أو 30 يوم. تسمت الأشهر على أسماء ظواهر طبيعية شعبية. فالشهر الأول مثلا كان اسمه نيسانو، ومعناها موسم الاعتدال الربيعي. تقويم سومر كان مرتبط ارتباط وثيق بديانة سومر، وعلى هذا التقويم ثبتت هواي مهرجانات مخصصة للآلهة احتفلوا بها السومريين على مدار السنة. من أهم المهرجانات كان مهرجان أكيتو اللي يكون بالشهر الأول من العام، يحتفلون به بتجدد العالم. الأسبوع السومري كان 7 أيام بخلاف الأسبوع المصري اللي كان 10 أيام. يتقسم الأسبوع السومري لقسمين، النص الأول شرير والنص الثاني خير. واعتبر السومريين اليوم الأول من الأسبوع يوم راحة، بينما اليوم السابع كان يوم سيء الحظ. السومريين سووا نظام بقى عايش لحد يومنا اسمه التدوين الستيني أو Sexagesimal Notation، واللي يعتمد على الرقم 60. يجوز تسأل ليه 60 تحديدا، ليش مو 50 مثلا؟ والجواب أنه السومريين كانوا يريدون رقم سهل التقسيم، يكون عملي وتداوله بسيط. فالهدف الرئيسي من كل المجهود لوضع النظام الزمني هو تنظيم الحياة وتسهيلها. فالستين ما تتعبك بالتقسيم على 2 أو 3 أو 4 مثل 57 أو 43 مثلا. والسبب الثاني أنه الإنسان الاعتيادي من يحسب على أصابعه يحسب من 1 إلى 10، أي رقم لكل أصبع، بينما السومريين كانوا يحسبون 3 أرقام لكل أصبع، يعني رقم لكل عقلة، ما عدا الإبهام لأنه كان يستخدم للحساب. يصير حساب كل إيد 12، وكل إيد 5 مرات تنحسب يكمل ويانا رقم 60. النظام الستيني هذا نفسه استخدم السومريين همين لحساب الوقت اليومي. فاليوم ينقسم ل2 إيدين، وكل إيد بيها 12 قسم، وكل قسم يعادل ساعة بنظامنا الحديث، فالمجموع هنا يصير 24 ساعة. نظام الستين استمر اليومنا هذا، وهو أساس نظامنا الحديث لقياس الوقت وضبطه. واحدة من التحديات اللي واجهت السومريين بتقويمهم هي حقيقة أنه كان تقويم قمري، ولأن السنة القمرية أقصر بشوية من السنة الشمسية، فالتقويم كل سنة ينحرف ببطء عن التزامن والفصول.
وهالشي يعني أنه مواعيد المهرجانات والأحداث الزراعية والدينية المهمة راح تتغير تدريجياً. فمثلاً المهرجان أكيتو يكون بالصيف بس بعد 10 سنين يزحف ويصير بالشتاء، وهالشي مرفوض بشكل كامل عند السومريين لأنهم محبين للنظام والالتزام بشكل حاد. فحتى يحلون هاي المشكلة أضاف السومريين بشكل دوري شهر إضافي للتقويم وسموه أيلول الثاني، وموقعه كان بعد شهر أيلول. لهنا نكون عرفنا 2 من أعظم الحضارات بالعالم القديم، وشفنا فلسفاتهم بالميتافيزيقية ومعاييرهم الأخلاقية، وشفنا أفكارهم ومعتقداتهم بالحياة الاجتماعية. بالحلقة الجاية راح نشيل جوالاتنا ونروح نستكشف في مكان بعيد ومثير وغامض، فخليكم متابعين.